من شمال غزة إلى أقصى جنوبها، هجر الفلسطينيون قصرا من بيوتهم حفاة عراة. كان كل همهم النجاة من القصف، ومع وصولهم إلى رفح تبدأ معاناة من نوع آخر مع استمرار موجة البرد في غزة أمام ندرة في الملابس التي تقي هذه الأجسام النحيلة قساوة البرد. طبعا في ظل الظرف اللي الناس بتعيشه والتهجير من غزة والشمال لرفح، حفاة عراة نسوان رجال أطفال، بالذات الأطفال والنسوان، فوجود محلات بالة إلهم كان شيء عظيم وملاد إلهم، ففرصة للناس هذه محلات البالة، فيعني عليها إقبال عظيم جدا. هنا في رفح البرد يفتك بالنازحين في الخيام، يتجول أطفال بين محلات الملابس المستعملة بحثا عما يتغلبون به على برد الشتاء بعدما أجبر القصف المتواصل سكان غزة على النزوح دون أمتعة. احنا جينا من غزة ما ناش ولا بلوزة ولا شيء، يعني جينا بس بهدولة، يعني أنا بشوف أخواتي وأولاد أخويا مزعين هدول، بقعد في الخيمة معيط عشان فيش برد، يعني أنا بعطيهم منوعية عشان أدفيهم. صعوبة في الحصول على كل شيء حتى الملابس القديمة، أوضاع كارثية للنازحين ضاعفت قسوتها الأجواء الشتوية الصعبة. روح البلد فيش ولا ينزل شباشر، فيش موجود، حتى البالة مش ناقد طاب اللي أنا بدي إياه، والسعر فوق ما تتخيل، قطعة البلوز 30 شيكل، قطعة صغيرة 30 شيكل، هاي أخذتها الحين، هايها لو بدي لطفلة بعشرة شيكل. نازحون انتهت بهم الحال في خيام متواضعة مترامية بلا مرافق لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الكريمة، هكذا يبدو الوضع الإنساني في مدينة رفح. وإيش يعني أقول لك، يعني أكثر من يعني طلعت فواعي، أقسم بالله يعني هذا واعي من أيام غزة، وطلعت يعني اشتريت لهم هذه عشان أقدر أدفي هذه مع حادي، يعني طول وعيهم ممزع، يعني مش إنه لو في مواعي مثلا مش قادر اشتغل ولا قادر اعمل حاجه. ازمه الملابس في مخيمات النزوح ليست الا واحده من المآسي التي يعيشها النازحون في رفح وهم لا يعرفون موعدا للعوده الى ديارهم، اما قسوه الشتاء وبرودته فتلك محنه اخرى.